السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميع مشاهدينا على شاشة تلفزيون قطر في لقاء يتجدد معاكم ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء في برنامج حياتنا، البرنامج اللي نتكلم فيه عن حياتنا ونسلط فيه الضوء عن مجموعة من الأخبار اللي تمكم بمجموعة من الضيوف اللي راح يكونون معنا في هذه الحلقة والتقارير اللي راح تشوفونها معانا إن شاء الله. وقبل لا نبتدي حلقتنا لهذا اليوم اتشرف ان يكون معي زميلي حسن الشهراني، مرحبا ومسهلا ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، الشرف لي اخوي محمد، مشاهدينا الكرام اسعد الله مساكم بكل خير، نطل عليكم دائما وابدا عبر شاشتكم الوطنيه تلفزيون قطر، نحدثكم عن ما هو يدور في بلادكم الحبيبه قطر. حياتنا في حياتنا وما يدور في حياتنا. طبعا اليوم راح نتكلم عن الامور المهمه اللي كانت في بلادنا اليوم، بعض الامور اللي ندخل فيها ما بين التعليم الى الورش الامنيه الى امور كثيره، وفي موضوع مهم جدا مشاهدينا ادينا راح يهمكم خاصه اللي هو موضوع التوظيف حق ابنائنا القطريين. نبتدي مع وش اليوم؟ ان شاء الله نبتدي اول خبر معانا اليوم، حيث ان برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأخوية رئيس المجلس الأعلى الأكاديمية للشرطة، بدأت بالدوحة ورشة عمل بعنوان تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي، والتي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب. نعم، ويشارك في الورشة مشاهدينا الكرام مجموعة من الخبراء والمختصين الأكاديميين من الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، كما وتهدف الورشة إلى صياغة موحدة لمفاهيم المتحدث الرسمي وفق المدارس الإعلامية الحديثة والتعرف إلى رسالته ومهامه ومسؤوليته، إلى جانب إبراز سماته وفق التخصص السياسي الأمني الاقتصادي الاجتماعي وغيرها، والتعرف إلى أساليب وطرق الإدارة النموذجية للمتحدث الرسمي أثناء الأزمات وإبراز دور الجامعات في صناعته والاهتمام برسالته في المجتمع. ومع هذا التقرير مشاهدينا الكرام وتفاصيل أكثر عن هذه الورشة. تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي موضوع الورشة التي تنظمها وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الورشة تهدف إلى توحيد المفاهيم والخطاب الإعلامي بين المؤسسات والأجهزة الأمنية على المستوى الخليجي والعربي، وتتضمن على مدى 3 أيام جلسات يقدمها نخبة من المختصين. نحن حريصين في هذه الورشة على أن نبرز هذه السمات في المتحدث الإعلامي وأهمية صياغة الأخبار والألفاظ. طبعا هي تتمتع بمسؤولية كبيرة للمتحدث الرسمي، وفي هذا الإطار طبعا تأتي أكاديمية الشرطة في تقديم برامجها الأكاديمية والتدريبية لصقل هذه المهارات لمن ترى أو تتسم فيهم صفات المتحدث الرسمي لتعزيز هذه الصفات. صقل مهارات المتحدثين الإعلاميين بات حتمية في ظل انفتاح المؤسسات الأمنية على الإعلام وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما تنشره من أخبار قد لا تكتمل فيها معايير الدقة والحياد، ما يتطلب من المتحدث الرسمي اكتساب المهارات الضرورية لإعطاء الصورة والمعلومة الصحيحة. بات المحتوى الإعلامي والاتصالي مهم جدا لتوصيل مختلف الفعاليات ومختلف الأفكار والاتجاهات والتوعية الأمنية للمواطنين بصفة المواطن شريك في العملية الأمنية، وبالتالي أصبحت هناك تحديات لتنوع المحتوى الإعلامي، تنوع المنصات الإعلامية، فتأتي هذه الورشة لتكون بمثابة الشكل الجديد للمحتوى الإعلامي. وبين تطورات العمل الإعلامي وضوابط الحس الأمني، تبقى مهمة المتحدث الإعلامي في المؤسسات الأمنية تحدياً لا يمكن رفعه إلا باكتساب مهارات تمكن صاحبها من تقديم المعلومة الصحيحة وفق ما يتطلبه ذلك من الناحية الأمنية. مشاهدينا
الكرام، بعد هذا الفاصل نبدأ خبر جديد، خبر يهم السياح ومن يحب يسافر ويروح خاصة إلى اليابان، حيث صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات اليابانية ستقوم بتفعيل نظام إعفاء المواطنين القطريين من التأشيرة اليابانية في قطر اعتبارا من 21 من أغسطس الحالي، وسيمكن النظام المواطنين من التقديم إلكترونيا إلى سفارة اليابان في الدوحة لتسجيل جوازات السفر الخاصة بهم، ثم إكمال تسجيل الإعفاء من التأشيرة عبر الإنترنت، وسيطلب من المواطنين القطريين عند وصولهم للمطار في اليابان عرض إشعار تسجيل الإعفاء من التأشيرة على أجهزتهم المحمولة. طبعا جهد تشكر في وزارة الخارجية على مجهوداتهم لتوفير وجهات جديدة نقدر نقول أو أماكن جديدة نقدر نزورها بدون تأشيرة أو بدون فيزا. نعم، بتسهيل إجراءات الدخول صحيح. والخروج إلى الدول. ما أدري رحت اليابان ولا لا؟ لا والله، بس الحين تحمست الفكرة يعني. على فكرة أنا يعني من ضمن الدول اللي ناوي أروح لها اليابان، وأعتقد بعد هذا الخبر تشجعت أكثر أكيد. إني أطلع أروح اليابان. أكيد أكيد، لأن أنت تتكلم الحين صار الموضوع أسهل، كأنك يعني تقريبا رايح ل دولة خليجية نقدر نقول، كل اللي تحتاج تسويه انك تسجل اونلاين وتوكل على الله وامورك بسيطة. الحمد لله، يعطيك العافية. نطلع مع الخبر الثاني. وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع بهدف توفير فرص تعليمية للطلاب من الأسر المتعففة من كلا الجنسين عبر تقديم منح دراسية من خلال برنامج قطر للمنح الدراسية، تخولهم مواصلة تعليمهم الجامعي في أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نومبر ثريا ضمن درجة البكالوريوس والماجستير. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام أكاديمية قطر للمال والأعمال بتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة ورفع نسبة الطلاب الملتحقين بالأكاديمية، إلى جانب دعم الطلاب ومساعدتهم على مواصلة دراستهم وضمان حقهم في الحصول على التعليم النوعي والجيد. كما تأتي الاتفاقية ضمن إطار توفير التعليم فوق الجميع ل 500 منحة دراسية في قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف في قطر. إذن كل الشكر لمؤسساتنا الوطنية، أيضا لمؤسسة التعليم فوق الجميع التي تسعى دائما لنشر التعليم، والتعليم حق لكل الإنسان. صحيح، وهذا اللي نقدر احنا نشوفه من خلال التعليم فوق الجميع اللي عنده إصرار كبير أنه يكون التعليم حق للجميع، البحث عن توفير جميع الطرق الممكنة لتوفير الدراسة لجميع الأطفال أو الراغبين بالدراسة هذه، فشكر خاص لهم وعلى مجهوداتهم بالتعاون مع الجامعات اللي نقدر نقول عالمية في خلال هذا المجال اللي هو تدريس أو تعليم الأسر المتعففة أو أبناء الأسر المتعففة. يعطيهم العافية. وما زلنا في الدراسة محمد مشاهدينا الكرام، حيث اختتمت جامعة جورج تاون في قطر إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برنامجها الصيفي للطلاب الثانوية، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات الأساسية لاجتياز اختبارات القبول على المستوى الجامعي. وخلال البرنامج حظي الطلاب بدورات تعليمية على مدار 3 أسابيع ومجموعة من الفصول الدراسية باللغة الإنجليزية، اكتسبوا خلالها رؤى قيمة وخبرة عملية تؤهلهم للتفوق في مساعيهم الأكاديمية للالتحاق بالجامعات التي يطمحون لها، كما اشتمل على دروس في جغرافيا العالم والقراءة النقدية والكتابة الأكاديمية والعلاقات الدولية والسياسة العالمية، بما يعزز فهمها أعمق للترابط بين البشر من دول العالم. نعم، يعني جامعة جورج تاون يعطيهم العافية، وأغلب الجامعات احنا شفنا خلال الفترة الماضية يعني تعمل ورش عمل اللي تسهل لأبنائنا وبناتنا الطلاب خريجي الثانوية العامة للتعرف على هذه الجامعات وتيسير تسجيلهم ودخولهم. يعني معناتها ترى إجازة الصيف بدأت تخلص وإحنا في أقل من شهر تقريبا وراح يبتدي العام الدراسي، وأعتقد الخبر الجاي يتكلم عن هالموضوع. أكيد. ننتقل إلى خبرنا الآخر اللي هو مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 وعودة الطلاب للمدارس يوم 27 أغسطس الجاري، أطلقت المجمعات التجارية والمكتبات الكبرى عروضا خاصة لتوفير القرطاسية ومستلزمات الطلاب.
نعم مشاهدينا، حيث بدأت المراكز التجارية والمكتبات في عرض جميع أنواع القرطاسيات من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية، بخلاف الحقائب المدرسية التي يحتاجها طلاب المراحل الدراسية الأولى، مع توفير كافة احتياجات الطلاب في المكاتب بأسعار منخفضة وتنافسية في ظل تنويع مصادر الاستيراد وبروز المنتج الوطني. مشاهدينا الكرام، يعني الأمر جدا جميل. بعدين في الخبر يعني يقولون ان الشنط حق المراحل الدراسيه الاولى، لا حتى طلاب الجامعه، حتى طلاب الجامعه خلاص الكل قام يشيل شنطته، الكل قام يشيل شنطته. وطبعا هاي الشكر يعني موجه لادارات المراكز التجاريه والمكاتب على انها قاعد تحاول توفر كثر ما تقدر، خصوصا ان احنا عندنا نتكلم عن بعض العوائل فيها اعداد كبيره من الطلاب، فقاعدين يحاولون يوفرون لهم قيمه اقل بجوده احسن، فشكرا لهم على هذه المجهودات ايضا. إذن مشاهدينا الكرام، ومع أول مع ثاني تقارير لهذه الحلقة، حيث يقدم مركز بيوبنك قطر التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع العديد من الخدمات للقطريين والمقيمين، نتعرف على أبرزها في سياق هذا التقرير لنتابع. يعد قطر بايوبانك المنصة التي تتيح إمكانية إجراء البحوث لبعض التحديات الصحية الكبرى والتي تواجه قطر والمنطقة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية والسمنة والسكري والسرطان، وذلك من خلال جمع العينات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالحالات الصحية وأنماط الحياة لأعداد كبيرة من السكان في دولة قطر. ويهدف قطر بايوبانك بتلك المبادرة الصحية الطبية طويلة المدى إلى منح كافة سكان دولة قطر فرصاً أفضل لتجنب الأمراض الخطيرة وتحسين الحياة الصحية للأجيال القادمة. استقطب قطر بايوبانك على مدار العشر سنوات الماضية أكثر من 36 ألف شخص، وهم يستهدفون الوصول بالعدد إلى 60 ألف مشارك. ويقدم مركز بايوبانك فحوصات شاملة ومجانية للمشاركين من المواطنين فوق 18 عاما أو المقيمين في دولة قطر منذ أكثر من 15 عاما، وكل مشترك يستغرق حوالي 3 ساعات في إجراء الاختبارات التي تشمل فحوصات الدم والأشعة والرنين المغناطيسي وغيرها، مما يمكن هذا الصرح الكبير من إجراء دراسات موسعة والمساهمة في تفادي الأمراض ووضع السياسات الصحية للدولة. لطالما أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الصحة، فهي من الركائز الأساسية لرؤية 2030، وبايوبانك هو النقلة النوعية والخطوة الأساسية للمضي قدماً في مجال البحوث الطبية والرعاية الصحية، فالوقاية من الأمراض أهم من العلاج. عودة لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير. نبدأ أول فقراتنا مع ضيفنا الأول، حيث تتحدث مركز نماء الاجتماعي. نما هو أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويسعى المركز لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر وتوفير البيئة المحفزة والداعمة. وفي هذا الإطار يقدم مركز النماء الاجتماعي نما العديد من الخدمات التي تساهم في تمكين أفراد المجتمع، ولنتعرف أكثر عن هذه الخدمات بشكل أشمل يسرنا نستضيف السيد محمد العبد الغني، مدير إدارة ريادة الأعمال بمركز النماء الاجتماعي نما. يا هلا مرحبا اليوم فيك معنا في استديو حياتنا. يا مرحبا، بس عليكم وسع الساده المشاهدين، مساك الله بالنور والسرور. لو تعطينا نبدأ أول شيء عن المركز. طبعا رغبة في تحقيق التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، تم تأسيس مركز النماء الاجتماعي نما عام 1996، ويعتبر من أقدم منظمات المجتمع المدني في دولة قطر، وجاء تأسيسها رغبة في بناء بيئة تحفيزية للشباب لاستغلال قدراتهم ولتلبية احتياجاتهم في المجتمع. ويعمل المركز منذ عام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي
والتي تتبع بدورها وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة. جميل جدا. بهالمناسبة خلنا نتعرف أكثر على البرامج التي يعني تزعمون تنفيذها خلال الفترة القادمة. طبعا في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يعتزم المركز استكمال تنفيذ يعني جزء كبير من برامجه التي بدأها يعني بالفعل من بداية عام 2023، منها البرامج التدريبية اللي تأتي بالتعاون مع جامعة قطر في تقديم تدريب نوعي لرواد الأعمال الراغبين في تطوير إمكانياتهم في مجالات عدة متعلقة في ريادة الأعمال، منها إدارة الحسابات وإدارة العاملين والتسويق ودراسة الجدوى وغيرها من المواضيع المتنوعة. أيضا عندنا برنامج معني برائد الأعمال الصغير موجه لفئة النشئ تحت الـ 18 عام، توعيتهم بأساسيات ريادة الأعمال، تجهيزهم للسوق في حال يعني بعد بلوغ السن القانوني لفتح المشاريع، عساس تكون في هناك ثقافة عامة في مجال ريادة الأعمال تتيح لهم الاستفادة من الفرص المستقبلية. أيضا هناك خدمات التحفيز والدعم اللي نقدمها عبر عدد من الأنشطة، منها نشاط بزنس وقهوة، هو نشاط معتمد على التوجه للشباب في أماكنهم في أماكن تجمعهم وإعطائهم ورش خفيفة في مجال ريادة الأعمال تتكلم عن الأساسيات، كيفية بدء المشروع، التوجيه السليم في حالة رغبة في بدء المشروع من خلال مستشارين متخصصين في ريادة الأعمال، إضافة لسلسلة المتحدثين ملهمين اللي نستضيف فيها رواد أعمال محليين وأقليميين سبق لهم تحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال، ونعطي فرصة للشباب الطامحين والراغبين في البدء في مسيرتهم بالتعرف على 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 هذه النماذج الناجحة والتعرف على الصعوبات والتحديات اللي واجهتهم للاستفادة من يعني استفادة من تجربتهم في المستقبل، إضافة لخدمات الاحتضان اللي نقدمها اللي من خلالها نوفر منافذ للبيع بشكل مجاني للمشاريع، وأيضا المشاركة في المعارض اللي تقام في الدولة واللي راح يكون في الفترة القادمة أيضا من أبرزها المشاركة في الإكسبو الزراعي اللي تستضيفها دولة قطر على مدار 6 أشهر اعتبارا من أكتوبر القادم. جميل. إنزين إحنا خلنا نرجع شوي لموضوع اللي هو المشاريع أو حاضنة المشاريع اللي تكلمت عنها، طبعا أكيد في لها شروط لقبول هذه المشاريع. نعم، فلو نتكلم عنها شوي. نعم صحيح. بالنسبة للشروط أن يكون المتقدم صاحب مشروع ناشئ وناشئ وصغير بناء على التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، أيضا أن يكون لصاحب المشروع دور في الإنتاج نفسه من خلال العمل على المشروع يعني بنفسه أو المشاركة في العمل في المشروع، إضافة إلى أن تكون هناك نوع من الجدية والرغبة الحقيقية من قبل صاحب المشروع في استكمال المشروع والنجاح وتحقيق النجاح بإذن الله. جميل. جميل جدا. طبعا الشروط هذا اللي ذكرتها أيضا هناك الرغبة، وبالتأكيد هناك من يعني انطبقت عليه هذه الشروط وهناك من كانت رغبته قوية ووصل إلى النجاح. نبي بعض قليل من قصص النجاح التي عشتوها أثناء مركز نماء، وأعتقد أن لكم الآن ما يقارب 10 سنوات أكثر، يعني من تقريبا نتكلم من 1996 ما شاء الله، يعني أكثر من 20 عام تقريبا. بالفعل نفس ما تفضلت، مسيرة مركز نماء الاجتماعي نماء في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمنزلية بالتحديد مسيرة بدأت يعني منذ التسعينات، بدأ في مشروع الأسرة العصرية اللي بدأ في تقريبا عام 97، أيضا هناك مر بمراحل مرحلة إطلاق صندوق رسامين لدعم المشاريع الصغيرة من غير الحصول على فائدة أيضا في عام 2005، وامتد إلى إطلاق جائزة ريادة المخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في 2011، ومن خلال هذه المحطات برز عندنا يعني أكثر من قصة نجاح يعني نفتخر فيها. وعلى سبيل الذكر يعني للحصر هناك العديد يعني من المشاريع اللي يشار لها بالبنان حاليا، من مثل طبعا مشروع شمس الشموس اللي معروف حاليا في سوق واقف، ايضا كان من احد المنتسبين اوائل المنتسبين في المركز، ايضا هناك اكاديمية الطهي احد المشاريع اللي يشار لها ايضا بالنجاح، والعديد الحقيقة والعديد من المشاريع اللي خرجت من نماء واستفادت من خدماتها والان
لله الحمد يعني موجودة في المجتمع ومستقلة بذاتها وتقدم خدماتها للمجتمع. جميل. الحين خلينا نتكلم شوي على تعاونكم مع بيئة الريادة الموجودة أو بيئة الريادة الموجودة للأعمال في قطر. هل في تعاون بينكم وبينهم، الاتفاقيات أو المذكرات الموقعة بينكم وبينهم؟ نعم صحيح. طبعا نفس ما تعرف في ضمن بيئة ريادة الأعمال لا يمكن لأي مؤسسة أو مركز أن يعمل بشكل منفرد بمنع عن البيئة وبيئة ريادة الأعمال اللي عاملة في دولة قطر. احنا طبعا في مركزنا ما عندنا مجموعة كبيرة من مذكرات تفاهم من التعاون في البرامج والأنشطة مع الكثير من الجهات العاملة في ضمن بيئة ريادة الأعمال القطرية، يعني مثلا بنك قطر للتنمية، جامعة قطر، إنجاز قطر، أيضا أكيد طبعا بحكم العلاقة والتبعية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والعديد الحقيقة من المجلس الأعلى للقضاء، والعديد عديد من المؤسسات الحكومية اللي هي معنية في دعم رواد الأعمال. وتأتي مذكرات تفاهم لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات اللي تقدم من الجهات اللي الدولة مشكورة وضعتها في المجتمع لدعم هذه الفئة اللي موجودة. وطبعا لا يخفى على أحد أهمية المجال الاقتصادي والقطاع الاقتصادي في الدولة واهتمام الكبير اللي توليه الدولة لهذا القطاع. إذن إدارة ريادة الأعمال بمركز نما تقوم بدور كبير جدا في خدمة هذا المجتمع، وأنت اليوم مدير هذه الإدارة. حابين أن نختم معك هذا اللقاء بكلمة أخيرة. في الحقيقة أول شيء أشكركم طبعا على الاستضافة وإتاحة الفرصة، وكلمة أوجهها لرواد الأعمال في المجتمع القطري، أصحاب المشاريع الصغيرة، أصحاب الأفكار، الاستفادة من الخدمات المقدمة سواء من قبل مركز نماء أو من قبل المراكز والمؤسسات الأخرى في مجال ريادة الأعمال في الدولة اللي تقدم عديد من الخدمات في هالمجال، إضافة إلى الاستفادة من عنصر نقص الخبرة لتحويله إلى فائدة بدل ما يكون عيب، بحيث أن يكون هناك اندفاع ورغبة في تعلم الجديد في هذا المجال. شكرا لك السيد محمد عبد الغني على حسن تواجدك معنا، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في الأيام الجاية أو في مشاريعكم القادمة بإذن الله. السيد محمد عبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال بمركز المال الاجتماعي نماء، شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام. محمد، يعني أنت الحين تدري خلال الفترة الماضية وخلال نصف العام يعني السياحة عندنا في قطر ازدهرت وصار لها يعني حضور كبير، خاصة يعني بعد كأس العالم، وتعرف العالم أكثر على قطر. وش رأيك نتعرف أنا وياك مع السادة المشاهدين خلال هذا التقرير عن آخر التقارير والإحصائيات للنشاط السياحي في بلادنا الحبيبة قطر، ولا نعوده؟ قطر تستقبل أكثر من مليوني زائر في النصف الأول من 2023، هذا ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة، وذلك بفضل عناصر الجذب السياحي الكثيرة التي تسخر بها قطر. تعود هذه الزيادة الكبيرة في الأرقام إلى حملة قطر أكثر من شعور التي أطلقتها قطر للسياحة، والأجواء الحيوية التي صاحبت بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة، كما أتاح تمديد صلاحية بطاقة هيا لحامليها الحاليين وإعادة إطلاق منصة هيا لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات للزوار القادمين إلى قطر تسهيل إجراءات دخولهم إليها. ومنذ مطلع العام الجاري في يناير، شملت حملة الشتاء في قطر التي أطلقتها قطر للسياحة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات، كما واصلت قطر تعزيز إرثها الرياضي عبر استقطاب المزيد من البطولات الرياضية التي أسهمت بقوة في وصول أعداد الزائرين الدوليين إلى هذه المستويات. وخلال النصف الأول من عام 2023 بلغ عدد الزوار القادمين إلى قطر عن طريق الجو ما نسبته 51% من إجمالي عدد الزوار، فيما وصل 37% من إجمالي عدد الزوار
عن طريق البر و12% عن طريق البر والبحر. تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الزوار القادمين إلى قطر، وقد جاء كل من الهند وألمانيا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. ومن المتوقع أن يتواصل الزخم الإيجابي للفعاليات الرائعة التي ستقام في قطر خلال النصف الثاني من العام، حيث تشهد قطر العديد من الفعاليات المرتقبة. عودة لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير اللي تكلم عن النشاط السياحي عندنا هنا في قطر، وخصوصا بعد انتعاشه بعد بطولة كأس العالم والفرص اللي جت، وخصوصا بعد اختيار الدوحة كعاصمة السياحة لعام 2023. نلاحظ هالشيء موجود عندنا هنا في قطر من انتعاش سياحة، من تنوع الناس القادمين للدوحة بحثا عن فرصة جميلة أو تجربة جميلة في السياحة في قطر. رحت أماكن في الإجازة ولا؟ والله محمد يعني أنا وياك موجودين هنا لخدمة مشاهدينا وتلفزيون قطر، وحنا نقدم البرامج في حين زملائنا إن شاء الله يجون من السفر وحنا إن شاء الله نروح، لكن بالتأكيد هنا في قطر استمتعنا بالمنتجعات السياحية الموجودة، الفنادق، المهرجان، مهرجان صيف قطر، أيضا المولات، وأنا أدري أنت من العشاق المولات تحب تمشي في البراد. صحيح. وإحنا على طاري موضوع الفعاليات اللي كانت عندنا أو الأشياء اللي صارت خلال فترة الصيف، حيث تسعى مكتبة الأطفال واليافعين بمكتبة قطر الوطنية بأن تكون الوجهة الأولى للأطفال واليافعين والعائلات في المجتمع في مجالات القراءة والتعليم. وفي هذا الشأن مشاهدينا الكرام، تقدم مكتبة الأطفال واليافعين العديد من البرامج والخدمات التي من شأنها أن تعزز الإبداع والابتكار وتشجع على البحث والاستكشاف. للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف سيدة لطيفة العمري، أخصائية معلومات في قسم البحوث وخدمات التعليم بمكتبة قطر الوطنية. سيدة لطيفة، حياة الله، اليوم معنا في برنامج حياتنا. بداية، كيف تشجع مكتبة قطر الوطنية الأطفال واليافعين على القراءة خاصة في فصل الصيف؟ اهلا وسهلا فيكم ومشكورين على الاستضافه. طبعا احنا في المكتبه عندنا فعاليات عديده، طبعا فعالياتنا تشمل الجميع، عندنا الاطفال واليافعين. طبعا دائما مبادراتنا تكون ان تشجعهم على القراءه، خصوصا الحين في فصل الصيف، واحنا نعرف ان في فصل الصيف يصير في ضعف في القراءه بالنسبه للاطفال. فاحنا عندنا مبادره بالتعاون مع شركه المفكرون الصغار من خلال تحدي القراءة الصيفي للأطفال اقرأ بالعربية، وهو مستمر لين تقريبا 20 أغسطس، وإحنا راح نعلن أسماء الفائزين إن شاء الله في سبتمبر. التحدي هو عبارة عن قراءة عدد من الكتب، كل حد حسب الفئة العمرية، وتسجيل فيديو قصير لمدة دقيقة للطفل وهو يقرأ كتاب من اختياره. جميل. لو نتكلم شوي سيدة لطيفة عن كيف تسم الورش اللي تقدمها المكتبة في تطوير وتحسين مهارات المشاركين. طبعا احنا هدفنا في المكتبة دائما ان الورش التدريبية اللي احنا نقدمها دائما تكون مهمة ومفيدة لافراد المجتمع، وتنمي مهاراتهم في مختلف المجالات، سواء يعني كانوا طلاب او باحثين او ناس محبين للفن او الخط او الفئة العامة بشكل عام يعني من الجمهور. طبعا هاي الورش تأتي ضمن رسالة المكتبة اللي دائما تسعى الى تمكين المجتمع والقيام بدور ايجابي في نشر الثقافة والقراءة. وعندنا من الامثلة على هذه الجلسات هي جلسة حول لحظة الحقيقة، هي ضمن سلسلة من الورش التحفيزية اللي نسويها عندنا في المكتبة، عشان بس الأفراد المجتمع يعني يعرفون شلون يواجهون الحياة وتجاوز تحدياتها. سيدة لطيفة، خلنا نتكلم عن الورش أكثر، يعني قلتي هناك ورش والعديد من الورش التي تقومون بها، خلنا نفصل شوي في هذه الورش لعل مشاهدينا الكرام يستفيدون من هذه الورش ويشاركون فيها. طبعا من اهم الورش اللي عندنا الحين في شهر 8 راح تكون يومين، تاريخ 12 و13/8. هذه الورشه بتكون للباحثين المتخصصين او حتى المبتدئين اللي نقول في بدايه حياتهم المهنيه وحابين يكتبون مقترحات او كتب اكاديميه او رسائل بحثيه او اطروحات.
أو حتى الكتب لو هم يفكرون أن هم يكتبون كتاب وينشرونه. طبعا هذه الورشة راح تقام عندنا في المكتبة، راح تقدمها شارمي لاسن من دار جامعة هارفارد للنشر. طبعا فيها راح يقومون بأوراق العمل، مهام ونصائح، راح تجاوب على أسئلتهم بخصوص الكتب ومقترحات الكتب البحثية اللي حابين يقومون فيها. جميل. سيدة لطيفة، لو نتكلم عن ورشة التصوير الفوتوغرافي، وأنا والناس يعني من الناس المهتمين في التصوير الفوتوغرافي، لو نتكلم عنها ومن الأشخاص المستهدفين لهذه الورشة ومن الخبرات اللي راح يكتسبونها بعد الانتهاء من هذه الورشة. طبعا هي هذه راح تكون تاريخ 19/8 إن شاء الله، احنا مسوينها بمناسبة اليوم العالمي للتصوير. راح يكون فيها المصور القطري عبد الهادي المري، راح يكون فيها جانب نظري وجانب عملي، والمشاركين راح يكون عندهم فرصة انهم يطبقون عملي يعني، ويلتقطون صور داخل مبنى المكتبة على الأساسيات اللي راح يطرحها لهم المصور. جميل جدا محمد، ولو السؤال هذا انت سأله خصيصا، شكلك تبي انا بروح اسجل صراحه تدخل الورشه هذه في نوايا ان شاء الله. جميل جدا. طيب وش رايك ان عندهم غير الورش حق الفوتوغرافي هناك ورش ايضا عن الخط العربي؟ اختي لطيفه لو نتكلم عن ورش الخط العربي واسرار الخط الديواني، خلينا نتكلم عن هذه الورشه شوي. هذه ورشة راح تكون إن شاء الله عن الخط العربي، نتعاون فيها مع أكاديمية الخط العربي في قطر، وراح تكون ورشتين. الأولى راح تكون إن شاء الله في 10/8. الورشة راح تكون عن أسرار ومهارات الكتابة بالخط الديواني مع الخطاط يوسف شارلة اللي ابتكر منهجية التدريب على الخط الديواني، فراح تكون إن شاء الله مفيدة للناس اللي حابين يتعلمون. والورشة الثانية إن شاء الله راح تكون بعد في أغسطس، وتركز على تحسين الكتابة بالخط اليد، القلم العادي يعني، مع نفس الخطاط اللي هو طور المنهجية وعنده خبرة أكثر من 10 سنوات. جميل. احنا نشوف ما شاء الله في عندكم تنوع في الورش أو الدورات اللي تقدمونها عندكم، وخصوصا مع استقطاب أسامي كبيرة في مجالاتها أو تخصصاتها. بس لو نتكلم شوي، هل هناك فعاليات أخرى تركز على الجانب العملي أو التطبيقي؟ طبعا احنا نحاول ان دائما فعالياتنا في المكتبة توازي الجانبين اللي هو الجانب العملي والجانب التطبيقي، وبجانب مهارات يكتسبونها الناس اللي يحضرون هذه الورشات. من أهمها هي كيفية الاطلاع على مصادرنا، هذه تقريبا احنا نقوم فيها تقريبا كل شهر في المكتبة بشتى المجالات، يعني ممكن تكون مجالات صحف، شلون يشوفون مصادرنا من الصحف أو المصادر الإلكترونية للباحثين، يتعلمون تمثيل الأحداث والحوار بالقصص بأصوات درامية. عندنا بعد فعاليات المخيم الصيفي مثل التلوين بالرمال الملونة، صناعة المجوهرات، ومهارات فنون الحياكة. جميل. سيدة لطيفة، يعني هناك العديد من الورش، الفوتوغرافي، الخط العربي، القراءة وتحديات. الحين الراغبين في التسجيل في هذه الورش شلون يسجلون وين يسجلون ومتى يسجلون، بالإضافة إلى كلمة أخيرة تختمين في هذا اللقاء؟ طبعا احنا دائما فعالياتنا نعلن عنها على الموقع الرئيسي للمكتبة، وبالإضافة إلى مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يقدرون يدخلون بأي وقت ويسجلون. راح يوصلهم تأكيد أو رسالة إلكترونية على أن هم أردوا يسجلوا، ويقدرون يشرفوننا أي وقت في المكتبة. كلمة أخيرة أنا أقول لكم شكرا على الاستضافة، وأقول حق المستمعين حياكم الله في أي وقت. مكتبة قطر الوطنية صرح تعليمي كبير، ودائما مرحب فيكم في المكتبة. شكرا لك سيدة لطيفة العمري، أخصائية معلومات في قسم البحوث وخدمات التعليم بمكتبة قطر الوطنية. وما ننسى احنا بعد ندعوكم أعزائنا المشاهدين للالتحاق بهذه الدورات لما تحملوا بالكثير من الأشياء اللي ممكن أنتم تتعلمونها. شفنا تنوع كبير، شكرا لهم على مجهوداتهم في إحضار هذه الورش والدورات، ونتمنى إن شاء الله أن تكون في تفاعل من الناس اللي قاعد تشاهدنا على شاشة تلفزيون قطر والحضور إلى هذه الورش والتسجيل على هذه الورشة. جميل أخوي محمد، أن المكتبة وبالذات مكتبتنا الوطنية يعني تزهى بتاريخ كبير للعالم كله، تاريخ للبشرية، للإنسانية، للثقافات والحضارات اللي مرت على الكوكب. والأجمل من هذا كله تاريخنا إحنا قطر، تراثنا،
هناك بعض القرى التراثية الموجودة في قطر. عدسة تلفزيون قطر يعني صورت هذه القرى التاريخية الجميلة مشاهدينا الكرام في قطر، خلونا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. للتاريخ لغته وإشاراته وشهاداته، والآثار والتراث هو لغة التاريخ التي نقلت لنا واقع من سبقونا وحكت لنا عن حالهم وحياتهم، وتركت العديد من الألغاز التي يمكن فك طلاسمها بالرجوع إلى أدق التفاصيل. تفاصيل هذه القرى التراثية القطرية تثير الرغبة والفضول بالبحث عن الماضي وكيف كان وكيف وصلنا إلى هنا. هذه القرى هي أصل الحضارة والحداثة التي نعيشها اليوم، لذلك اهتمت بها دولة قطر ورممتها وأبرزت جمالياتها للعالم وحولتها إلى مزارات عالمية. الزبارة هي أكبر موقع تراثي في دولة قطر، تم تصنيفها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي خير شاهد على تاريخ قطر وازدهارها وتاريخ صيد اللؤلؤ خلال القرون الثلاثة الماضية. أما قلعتها فهي الشاهد على أصالة الإنسان القطري على هذه الأرض العريقة. قرية الجمال الساحلية الواقعة على الساحل الشمالي الغربي من قطر، والتي ارتبط أهلها بالبحر فشكل وجدانهم وأمن مصدر قوتهم. وتبدو قرية عين محمد وكأنها معلم تراثي يعرف بالتراث القطري الأصيل من حيث تصاميم مبانيها والغرف والمنازل بداخلها. وبالعودة إلى العصور الوسطى نجد قرية مروب، والتي تدل القطع الأثرية الموجودة فيها إلى رجوعها إلى العصر العباسي، ما يجعلها موقعاً مميزاً كونه يدل على الثقافة المادية لهذا العصر. بتكوينها الفريد وطبيعتها الجذابة اشتهرت قرية سكريت المترامية الأطراف في غرب قطر، والتي شهدت على أول عمليات النفط، وتقف قلعتها شامخة تحفظ موروث المنطقة وتستقبل الزائرين وتحكي لهم قصصاً من التاريخ. القرى والمواقع التراثية هي بوابة جديدة للتاريخ بدولة قطر، تتيح للجميع العيش بروح الماضي في مكان تم ترميمه بروح عصرية متجددة، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030. عودة لكم زملائي المشاهدين أو أعزائي المشاهدين، طبعاً زملائي بحكم أن يتابعونا كل يوم فأكيد صاروا من زملائنا، وعودة إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة، حيث ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص تواصل وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص فعاليات برنامج التدريب الصيفي للعام 2023 للطلاب القطريين والقطريات، والذي يستمر طيلة الإجازة الصيفية. ويعد برنامج التدريب الصيفي أحد برامج تنمية القدرات البشرية، والذي أطلقته إدارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بهدف إكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم. والحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدنا نستضيف السيد محمد سالم الخليفي المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل. يا هلا مرحبا فيك، واليوم موضوع جدا مهم الكل راح يركز ويانا. يا مرحبا فيكم، مساء عليك أخوي محمد أخوي حسن وعلى الأخوة المشاهدين، وإحنا تحت أمركم. فوق الأمر يا حبيبي، فوق الأمر. لو في البداية لو نتحدث عن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف وتفاصيل برنامج التدريب الصيفي. طبعا برنامج التدريب الصيفي هو تدريب للطلاب الجامعة والطلاب الثانوية في خلال فترة الصيف. عندنا أبرز القطاعات طبعا اللي كانت مشاركة معنا في البرنامج هي القطاع المالي والتأمين، على سبيل المثال بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الدوحة والشركة القطرية العامة للتأمين وعيد التأمين،
أيضا عندنا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركة أوريدو، وقطاع الخدمات والنقل شركة قطر كول، وشركة ملاح القطرية، وشركة مواصلات كارو. جميل جدا. طيب أنا من الناس اللي أحب أتعمق أكثر، خلينا نتكلم عن البرنامج الصيفي أكثر. ماذا يحمل؟ ماذا يوجد به؟ الفئة المشاركة؟ شو البرامج الموجودة؟ طبعا إذا بنتكلم عن التدريب الصيفي هو يعتبر مختلف جدا عن البرامج التدريبية الثانية، لأن أنت في القطاع الخاص تتكلم عن مهن تخصصية كثيرة، فما في مجال أنك تغار ما بين القطاع المالي وبين قطاع التأمين، قطاع الطاقة والصناعة وقطاع العقاري. بالنسبة حق شباب القطريين أو الأخوات القطريات المشاركين، يعتبر البرنامج مكسب لهم للأمانة. البرنامج نفسه يعتبر فرصة تدريبية، يعني إحنا في الوقت الحالي لو الواحد يبي يروح يتدرب يدفع فلوس علشان يحصل فرصة تدريبية واحدة اللي هو نظري، أنت في البرنامج هذا تحصل على فرصتين، تدريب نظري وعملي. غير كذا أنك يعني تختلط مع الخبرات والمهارات الموجودة في الشركة، فيعتبر برنامج قوي جدا بالنسبة للطلاب. زين سيد محمد، لو نتكلم شوي عن عدد القطاعات والمؤسسات اللي شاركت في برنامج التدريب الصيفي هذا. طبعا أول شيء أحب أوجه الشكر حق جميع الشركات اللي شاركت معنا. السنة عام 2023 تقريبا 31 جهة شاركوا معنا. جميل جدا. ماذا عن إقبال الطلاب؟ يعني الشركات 31 جهة، شلون إقبال الطلاب خاصة عن السنة الماضية؟ طبعا عام 2022 كان عندنا طلاب مسجلين ما بين 80 ل 90 طالب، السنة نتكلم عن 198 طالب سجلوا هذا 2023. احنا دائما في البرامج التدريبية هذه نبحث عن اللي هو الفائدة اللي ياخذها الطالب من بعدها، او شو الاسباب اللي تخلي الطالب يتجه، خصوصا ان انتم الحين فتحتوا من الموضوع مع القطاعات الخاصة. صحيح. فايش الفائدة اللي انتم ترجونها من اختلاط المتدربين في هذا؟ انا اهم شيء عندي الطالب لما يطلع من مقاعد الدراسة يدخل في مجال سوق العمل، الطالب طبعا هني يكتسب مهارات التواصل، يبني الذات، يبني ذاته من خلال المشاركة مع الخبرات المهنية الموجودة في القطاع الخاص. فأنت طالب على الكراسي الدراسة يعتبر يعني لحد الآن أنت ما دخلت سوق العمل، لما تتدرب في الشركات في القطاعات هذه راح تأخذ خبرة وراح تحدد مسارك بعدها، أنت رايح أي قطاع تبغي، قطاع مالي، قطاع تأمين، قطاع طاقة، قطاع سياحي، عقاري. فالتدريب الصيفي يعتبر بالنسبة لهم مكسب للأمان. يعني ما بين التلقين النظري والشفهي في على مقعد الدراسة إلى خوض غمار العمل أثناء البرنامج. صحيح. الصيفي. طيب صحيح. البرنامج الصيفي، خلينا نتكلم أكثر شوي عن البرنامج الصيفي في القطاعات الخاصة. هناك طبعا فرق كبير ما بين القطاعات العامة الحكومية والقطاعات الخاصة، بما تتميز بهذه القطاعات الخاصة اللي راح على أساسها راح تعود بالنفع على الطلاب في هذا البرنامج التدريبي؟ طبعا مثل ما قلت لك القطاع الخاص يتميز بمجاله الكبير، التنوع اللي فيه. يعني مثلا احنا القطاع السياحي اللي جيت على مستوى الخليج يعتبر قطاع قليل المشاركه فيه، الان بدينا احنا نشتغل عليه على طلاب التدريب الصيفي، وللامانه في عندنا تقريبا 4 أو 5 طلاب الان قاعدين يتدربون في القطاع السياحي. القطاع المالي ما شاء الله يعني كثير الطلاب اللي مشاركين فيه. قطاع التأمين بدأنا بعد نشتغل فيه أكثر وأكثر الآن. ميزتنا حلو في التنوع اللي فيه، يعني ما تقدر تقعد مكان واحد. إذا دخلت سوق القطاع الخاص ما تعرف وين تروح إلا لما تشوف نفسك أنت فعلا أنا لقيت المكان هذا اللي أبي. صحيح. احنا نتكلم شوي عن الفرص والمهارات اللي يقدمها البرنامج الصيفي بالنسبة للطلاب. طبعا التدريب الصيفي يدعم ويعزز المهارات الحياتيه والمهنيه عندك. مثال اداره الوقت، انت كطالب في الجامعه عندك وقت المحاضرات، هنا في القطاع الخاص لا، يعلمك شلون تدير وقتك، ساعه كم تداوم، الساعه كم بتخلص التقرير هذا، التقرير او الـ 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 مثل ما نقول المعاملات هذه ايش كثر تنجزها. بالاضافه يعلمك التواصل مع الجمهور، يعني احنا اغلب الطلاب عندنا لما تي حتى في الجامعه لما يقول لي تقرير يستحي يطلع يتكلم قدام ربع، هنا يعلمك انك تتواصل فعلا مع الجمهور. غير كذي يعلمك المسؤوليه، يحملك مسؤولياتك، يعني ان انت كطالب مسؤوليتك محدوده الجامعه، لكن في العمل لا، يعطيك شغل يحاسبك عليه، متى انجز، ليش ما انجز، ليش سبب تاخير. هذا كله يخلي الطالب بعد ما يتعلم هذه كلها
يصير منافس قوي حق سوق العمل خصوصا في المهن، يعني يخليه منافس قوي فعلا اذا بيدخل سوق العمل. يلا نتمنى لهم التوفيق، وبالتاكيد بعد هذه التجربه في برنامج الصيفي هناك من يرغب اعتقد من ابنائنا الطلاب في دخول مجال العمل في هذه القطاعات. اليوم دورك وانت اليوم سيد محمد وانت القائم بالمكلف بمهام مدير اداره توظيف القوى العامله الوطنيه بوزاره العمل في تيسير هذه العمليه. احنا دائما سنويا يعني نقدم البرنامج التدريب الصيفي بالاضافه المفتوح لجميع المسجلين عندنا في برنامج كوادر. اي باحث مسجل في برنامج كوادر وحاب يسجل معانا من السنه هذه باحث، نقصد الباحث عن وظيفه، باحث عن وظيفه او الطلاب اللي على كراسي الجامعه في التدريب الصيفي اللي حابين يتدربون في البرنامج الصيفي، احنا على استعداد من الان اللي حاب يشارك. اللي عندنا موقع في الوزاره يدخل عليه، موجود برنامج التدريب الصيفي، اللي حاب يقدم عليه واحنا تحت امره. سيد محمد، يمكن من الاسئله اللي تجي في بال البعض، انا خلال تسجيلي في البرنامج التدريب الصيفي هل انا ممكن ان انا احصل على وظيفه في نفس المكان في حال مثلا، او انه يساعدني هالشيء اني احصل وظيفه في نفس المكان بعد ما انا اخلص؟ هل هو شوف لا؟ انا ما اقدر اقول لك اي ولا اقدر اقول لك لا. هذا الامر طبعا في ايد القطاع الخاص نفسه، يعني هو مخير. في قطاعات بالعكس بعد التدريب الصيفي تستقطب ناس عندهم على طول، والتابعه التابعه في الجامعه متى راح يخلص فيقدمون له عروض. هذه كلها يعني يعتمد على الطالب نفسه، تسويق الطالب نفسه اثناء البرنامج الصيفي. والقطاعات الخاصه هنا موجوده دائما تدعم توطين، وهذه ضمن رؤيه قطر الوطنيه 2030. سيد محمد، راح اختم معك هذا اللقاء كلمه اخيره توجهها للساده المشاهدين. طبعا اول شيء احب اشكركم واشكر تلفزيون قطر على المقابله هذه، واي باحث مسجل عندنا في برنامج كوادر محتاج اي معلومه حياه الله عندنا في الاداره، او عندنا اللي هو خط الهوت لاين @mol.com.gov.qa يقدر يتواصل معنا. اي حد عنده اي استفسار او اي شيء احنا حاضرين. الله يحضر لكم الخير ان شاء الله، يوفقكم ان شاء الله فيما تسعون له. السيد محمد سالم الخليفي المكلف بمهام إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، شكرا جزيلا لك. نشوف احنا في تنافس كبير بين عندنا بين المؤسسات لتوفير الخدمات الممكنة سواء للخريجين او حتى للطلاب اللي خلال الفترة الصيفية، يعني خلال بداية الصيف واحنا في البرنامج هنا كنا نشوف هذا الشيء، فمجهودات يشكرون عليها طبعا، والله يقويهم ويوفقهم ان شاء الله في اللي يسعون. الصراحة انا بأشكر الزميل او الزميلة اللي قام بتصوير تقرير عن القرى التاريخية في قطر. كم أنت جميلة يا بلادي الحبيبة قطر، ماضيا وحاضرا بقراك التراثية، بأبراجك الشاهقة، بمعالمك المباني، بمعالم المباني الجميلة العمرانية قديما وحديثا. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون قد نالت على إعجابكم. انتظرونا يوم غد مع زملائنا ومواضيع جديدة. محمد شو نقول؟ الله يحفظكم ومع السلامة. فما الله.